المقطع الأول وراجعوا الأصوات والحروف، أحيطوا المقاطع الصوتية التي تحتوي على أن وأم، أن أم، فيل، مصباح، سروال، توت. أحيط عندما أرى أو أم أو أم. البوق، البوق، المدفع، الكومة الصوفية، الإطار، يقبل، يسقط. التمرين الأخير، أكتب على كراسي. ما هو هدف هذا التمرين؟ هو تحويل الكتابة، أن تكتب، تحويل الكتابة من المنفصل إلى المتصل. هذه في الحقيقة هذه هي متصلة وأنت تنقلها متصلة، كيرسيف كيرسيف، ولا أتاشي أتاشي، وهذه ديتاشي ولا سكريبت. إذن تنقل الكتابة المتصلة مع المتصلة، تكتب الكتابة، تكتب 3 مرات، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. سيكونس 1، المقطع الأول. جو ريفيز، أراجع. لي سون، الأصوات. إي و لي لاتر، الحروف. جونتور، أحيط. لا سيلاب، مقطع صوتي. أفيك أن أم. أن إليفون، فيل. Une lampe, misbah, un pantalon, serwal, une framboise, tout. J'entoure, ouhito, indama, ara, om, om. Indama, ara, indama, ara, ou laisse indama, asma, indama, ara. Une trompette. Une trompette, à dire une trompette, elle bourg. Un canon. Un pompon. Encadré. Framboise. Enveloppe, pantalon, champignon, الفطر هو الشامبينيون. بالنسبة للتومبي يسقط، وبالنسبة ليقبل امبراسي، امبراسي هو التقبيل. إذن إن تومبات une trompette, un canon, un pompon, comme un sauf sagera, encadré, التأطير, embrasser, التقبيل, tomber, السقوط. J'écris dans mon cahier, أكتب في كراسي, un petit champignon, فطرون صغير, un pantalon noir, سروال أسود, une enveloppe jaune. ظرف رسالة أصفر، ظرف أصفر. نواصل. Séquence 1. Je révise les sons et les lettres. J'entoure la syllabe avec un, un. Un éléphant. Une lampe.
un pantalon, une framboise. J'entoure quand je vois OM, OM. Une trompette. Un canon. Un pompon. Encadré. Embrasser. Tomber. Un petit champignon. Un pantalon noir. Une enveloppe jaune. 83.